نبقى معكم في جولة على أبرز ما تناولته وسائل الإعلام الغربي فيما يتعلق بقضايا اللاجئين. قالت صحيفة ديت سايت الألمانية أن عدد من ليس لديهم مسكن في ألمانيا ارتفع منذ 3 سنوات بشكل كبير ليقارب حوالي 1 مليون شخص، نصفهم من اللاجئين. وأضافت الصحيفة التي استندت على دراسة لجمعية متخصصة بأن المقصود بمن ليس لديه مسكن الأشخاص الذين لا منزل دائم لهم ويعيشون في مراكز إيواء مؤقتة. وتوقعت إحصائيات حكومية ارتفاع عدد من لا مسكن لهم العام المقبل. وأوضحت الصحيفة أن هناك 7 مدن ترتفع فيها إيجارات الشقق، وهي برلين ودوسلدورف وفرانكفورت وهامبورغ وكولونيا وميونخ. حثت منظمة برو أوزل المدافعة عن حقوق اللاجئين في ألمانيا حزبي الاتحاد المسيحي والحزب الديمقراطي الحر على التخلي عن موقفهما الرافض للم شمل عائلات اللاجئين. ونقل موقع دي دبليو الألماني عن مدير أعمال المنظمة غونتر بوركهارت قوله إنه في حال عدم تمكن حزب الخضر من فرض موقفهم الداعي إلى لم الشمل، فإن الائتلاف الحكومي المقبل مهدد بأن يصبح برنامج تحفيز لدعم صناعة المهربين. وأوضح أن مقترحات الحزب الليبرالي التي تسمح بلم الشمل العائلي للاجئين الحاصلين على الحماية الثانوية في حالات قصوى غير مقبولة. ضبطت الشرطة السلوفاكية 78 لاجئاً بينهم سوريون داخل شاحنتين متجهتين إلى ألمانيا. وقالت صحيفة تلغراف الهولندية إن الشرطة أوقفت الشاحنتين وتم احتجاز السائقين التركيين اللذين قادا شاحنتين عبر هنغاريا للوصول إلى ألمانيا. وينحدر هؤلاء اللاجئين من جنسيات سورية وعراقية وإيرانية، معظمهم من النساء والأطفال، وسيتم تقرير مصيرهم بعد أن يتم الاستماع لأقوالهم بحسب الشرطة. يواجه مهرب بلغاري عقوبة سجن قد تصل ل4 سنوات بعد أن خبأ 7 لاجئين في مساحة مخفية في سيارته. وقالت صحيفة ستاندرد البلجيكية إنه تم وضع اللاجئين في مكان ضيق جدا لا يتعدى 2 مكعبين، وكانت حالتهم مريعة ما اعتبرته النيابة العامة خطرا على الحياة. وكانت هناك عوارض خشبية أفقية من أجل الجلوس عليها أو الاستلقاء والقليل من الثقوب في السقف من أجل التنفس. وتمت عملية القبض على المهرب في ميناء زبروخا البلجيكي، فعندما أراد العبور إلى بريطانيا سمع عناصر الشرطة صوت بكاء فسارعوا بتفتيش السيارة واكتشفوا الأمر. يشهد مهرجان إدفا السينمائي في هولندا هذا العام مشاركة الفيلم الوثائقي السوري يوم في حلب للصحفي السوري علي الإبراهيم، والذي قام بإخراج الفيلم. ويحكي العمل قصة حصار حلب وسط الدمار والقنابل والمكافحة من أجل البقاء. الصحفي السوري علي إبراهيم مخرج فيلم يوم في حلب سيكون ضيفي في هذه الفقرة. أهلا بك علي، وبداية
مبارك، هذه المشاركة الناجحة في أكثر من مهرجان لفيلمكم هذا، ونتمنى لكم مزيد من النجاحات. علي، الفيلم هو صامت، لا صوت فيه، الرسالة الأولى منه يبدو في هذا الصمت. بالفعل يعني حقيقة حاولنا من خلال 25 دقيقة من خلال الشخصيات إشي جديد اللي هو الصمت. حاولنا نقدم رسالة بحيث كل الدول وكل الناس اللي عم ينعرض قدامهم هذا الفيلم يكونوا عم بيشاهدوه بشكل يومي، يكونوا عم توصلهم هاي الرسالة، الرسالة الأساسية اللي بتظهر قوة الشعب السوري في مواجهة الموت اليومي اللي عم يتعرضوا له، خاصة من القصف المتواصل من قبل قوات النظام السوري، من قبل الميليشيات الإيرانية، من قبل روسيا. بالتالي اخترنا الصمت لسبب أساسي، إنه الفيلم كنا عم نحاول نوزعه بأكثر مكان، وهذا اللي حققناه بالفعل. شاركنا حتى لحظة ب 12 مهرجان، حصل على 7 جوائز. هاي الجوائز سأسألك موضوع عن المشاركات هذه يا علي، ولكن مسألة الصمت هذه لم نوفيها حقها عمليا. كل هذا الصخب الذي ساد في حلب من قصف وبراميل متفجرة بأرقام قياسية، وفي النهاية حين نجسد القضية بصمت. بالفعل يعني المجتمع، خاصة المجتمع الدولي، كان عم بيشوف بشكل يومي كل القتل والدمار وكل أساليب أنواع استخدام الأسلحة. بالتالي هاي الرسالة كانت واصلته من خلال الأخبار، من خلال النيوز، من خلال المواقع. كان هذا الجمهور هو بحاجة لقصة جديدة مختلفة بيفهمها، قادر يفهم شو عم بيصير بشكل بسيط من خلال عدة شخصيات. هاي الشخصيات صامتة، بتروي قصتها، بتروي معاناتها اليومية تحت الحصار. بالتالي رغم كل هذا الصخب ورغم كل هذا القصف والقتل، اخترنا الصخب واخترنا الصمت لحتى يكون هو رسالة، يكون قادر هذا نعم، المجتمع الدولي والناس تفهم هاي الرسالة حتى بوجود الحرب، ونوصل رسالة أساسية إنه بذكرك للرسالة علي، عمليا يعني من يحضر الفيلم هو سيتحصل هذه الرسالة، ولكن أنت كمخرج هذا العمل، ما هي أبلغ رسالة أنت وددت أن تصل إلى الجمهور المستهدف؟ بالنسبة لك يبدو هو جمهور عالمي وليس محلي أو مناطق في منطقتنا. يعني بالفعل نحن الفيلم نوعا ما موجه بشكل أكبر للمجتمع الأوروبي من خلال القصص اللي تم اختيارها. الرسالة الأساسية تبرز قوة الشعب السوري في مواجهة هذا القتل اليومي اللي عم يتعرضوا له. الرسالة الثانية عم نحاول نركز إنه مش بس مدينة حلب هي حصار. النظام السوري والميليشيات الإيرانية وروسيا استخدمت أنواع الحصار كأداة لإرضاخ الناس والمدنيين لإيقاف ثورتهم. بالتالي حاولنا من خلال الفيلم التركيز على أنه النظام السوري استخدم هذا السلاح لتجويع المدنيين لقتلهم. هذا السلاح اليوم عم يستخدمه بالغوطة بعدة مناطق ثانية. رغم أنه الفيلم 25 دقيقة بيجسد عدة شخصيات، لكن حاولنا بشكل أساسي نرسل رسالة أنه السوريين هم بيحبوا الحياة وهم يريدوا يستمروا بثورتهم، وهي الثورة قامت لسبب رئيسي هو الظلم والطغيان والقصف نعم، اللي عم يتقصدوا له واستمروا بثورتهم نتيجة القصف. وبالتالي هن بدهم شيء وحيد اللي هو حرية، مش مثل ما بيعرضهم النظام السوري على أنه إرهابيين، أي أحد تماما ما علي، النظام السوري على أنه داعش. لا، ما في داعش، ما في خيارات ثانية، في خيارات ثانية، ما في فقط إما نظام سوري أو داعش، في خيارات ثانية، في ناس مدنيين، أطباء، مهندسين، مدنيين بيحبوا الحياة، بيحبوا يستمروا بالحياة بشكل يومي. بالتالي حاولنا نقدم هاي الرسالة على أن السوريين هني مثلهم مثل أي شعب بالعالم، بيحب وبيحلم وبيريد يعيش وبيريد يستمر بالحياة. علي إذن هذا الفيلم يجول أكثر من مدينة وأكثر من بلد، كانت هناك محطات كثيرة ومشاركات في أكثر من مهرجان، أبرز هذه المشاركات. يعني حقيقة أبرز هاي المشاركات كانت بأبريل من هذا السنة، كانت بفيزون دوريل بسويسرا، نال أفضل فيلم وثائقي، بعدها نال جائزة أفضل فيلم وثائقي للجنة الدولية بمهرجان لندن السينمائي، أيضا كان بمهرجان أخذ جائزة الجمهور بمهرجان مدريد السينمائي، وجائزة بيرسو للمعتقلين بإيطاليا، وأيضا عدة جوائز دولية في المكسيك، في أمريكا جميل، الشمالية، وفي الأرجنتين، وأيضا في كندا في مهرجان المونتريال. يعني وحاليا علي الفيلم تفضل تفضل. تفضل معك أنا
علي، برأيك يعني كل هذه الجوائز، هذه النجاحات كفيلم وثائقي، برأيك الأفلام الوثائقية إجمالا التي تتحدث عن القضية السورية في هذه الأيام، طبعا أنتم بذلتم جهد جيد في هذا الفيلم ونال هذه الجوائز، ولكن برأيك إلى أي حد حضور القضية السورية بحد ذاتها هو يعني أعطى قيمة أكبر للوثائقيات التي تتحدث عن سوريا؟ يعني حقيقة وجود القضية، يعني نحن ما بدنا نحصر انه هو السبب الرئيسي وجود القضية بالتالي الفيلم شارك، لا، يعني نحن عم نحكي اليوم عن مهرجان إدفا، هو أهم مهرجان دولي على مستوى العالم، عم نحكي عن مهرجانات ثانية، مهرجان لندن السينمائي، مهرجان سويسرا، مهرجان إيطاليا، رغم وجود القضية السورية اللي هي كان لها دور في إيجاد هاي القصص وإيجاد الفكرة. يعني بالنهاية الفيلم الوثائقي يولد من الواقع، يولد من المجتمع، بالتالي إذا في حرب ففي عنا وثائق، في عنا أدلة، في عنا وثائقيات، في عنا أشرطة مصورة يمكن استخدامها بشكل فيلم، لكن الأساس هو محتوى الموضوع، تناول القصة، طريقة عرضها، تقديمها للجمهور، آلية الشكل الفني اللي عم نقدمها من خلاله للجمهور. يعني جميل. في عدة أمور تحكم الفيلم قبل موضوع القضية، اللي هي الشكل الفني، طريقة السرد، القصة، المحتوى، الموضوع، طريقة التناول ومستوى الاحتراف فيه. بمعنى آخر يعني كانت تشكو كثيرا المواد التي كانت تصدر عن الثورة السورية بأنها لم تكن تجد كثير من الأحيان تجد طريقها إلى 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 من يفترض أن تستهدفهم وتؤثر في الشارع الغربي لنقل، أو بشكل عام في العالم. البعض أخذ على ذلك بأن يعني الاحتراف لم يكن مرافقا لهذه الصورة، بينما بعض التنظيمات الإرهابية التي حضرت في المنطقة استطاعت أن تنشر رسالتها كونها كانت تتملك الاحتراف حقيقة شئنا أم أبينا بتصوير الواقع وتقديمه. يعني بالفعل هو بيلعب دور كتير كبير استخدام التقنيات المتقدمة والإبهار البصري وعدة آليات في تقديم رأي وفي تقديم موضوع وإقناع المشاهد، لكن بالنهاية نحن أمامنا مشاهدين عم بيشاهدوا قصة. يعني أقوى الوثائق هي الشريط المصور، بالتالي الجميع يعلم، حتى المجتمع الدولي يعلم أن النظام السوري يقتل المدنيين وأن المدنيين هم ضحايا وأبرياء، لكن هو بحاجة لقصة. لا ننكر أنه اليوم معظم الناس حتى السوريين، ما بدي أقول بهاي العبارة أنه ملوا خلال 7 سنوات كم التعرض اليومي للأخبار بشكل يومي، المدنيين اللي بيتعرضوا للأخبار بشكل يومي بيتعرضوا لكم كبير لتدفق بشكل كتير كبير من الصور والأخبار، بالتالي بيصيبهم نوع من البلادي الحسية، نوع من عدم القدرة على الإحساس بأي شيء. اليوم معظم المشاهدين حتى المشاهد الأوروبي بحاجة لقصة، بحاجة لحكاية. أعتقد أنه الأفلام رغم قوتها، لا ننكر أنه كان في أفلام بشكل كتير كبير سورية كانت قادرة توصل أفلام معارضة وتوثق الثورة وتوثق حياة المدنيين وتوثق كل ما تعرض له المدنيين، وكانت قادرة توصل، لكن تفتقد إلى الحكاية. يعني نحن اليوم بحاجة لحكاية نقدمها بطريقة بسيطة للمشاهد لا يعرف شو عم بيصير. المشاهد والناس بيعرفوا بشكل يومي أنه في قصف، في قتل، في دمار، لكن بحاجة إلى قصة تبقى هاي القصة تأثر فيه ويحاول ينقل هاي القصة لناس تانين ويأثر فيهم ويحاول يكون هذا الفيلم عم ينتشر بشكل أوسع. نعم علي، إذن مع هذه النصيحة، لنعتبرها نصيحة لزملاء آخرين أيضا، زملاء بأن يتبعوا مسألة تقديم الحكاية بمستوى احترافي جيد لتقديم القضية السورية عبر هذه الأفلام التسجيلية والوثائقية. شكرا جزيلا لك الصحفي السوري علي إبراهيم، كنت معنا عبر سكايب، شكرا لك. بهذا نصل إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع. يمكنكم التواصل معنا عبر إيميل البرنامج الظاهر على الشاشة. نلقاكم بخير.